جاجا كوتور تحتفل بعيد ميلادها العشرين، وبالمناسبة هذه حبت تدلل كليونيتا بكوليكسيون جديدة، كوليكسيون تلخص مسيرة 20 سنة في كارير جاجا من 1999 إلى 2019. قلت أنا يزيني نعمل حاجة très exceptionnel, très distingué. Mais je suis pas dans le traditionnel, je suis dans la mode. Jaja, بلمساتها الحريرية فرحت أجيال وقدمت لهم أحلى ما فماه في الروب وخلت بصمتها. اليوم بين مجموعات الفساتين حتى متاع أكبر المصممين في العالم تنجم تطلع المجموعة متاع جاجا، والسر في الميلانج الفينو بين الأصالة والتجديد. وقت اللي كليونت تقولي جاجا أنا دخلت ما غير ما نعرف اللي أنت عملتها، وهذه كلمة ما تصورش قديش ترني في قلبي، قديش تعجبني. وقت اللي تقولي ما غير ما نعرف اللي أنت جاجا، أما كي شفت القطعة متاعك قلت والله هذه ستي جاجا. من القماش للكوب للألوان برشة تجديد، تصاميم مخدومة بحب كبير ورغم قصة نجاح كبيرة. بدأت من أتولي الأم اللي غرمت سوار ولا جاجا بالتصميم. جاجا خذت الغرام من أمها وحافظت على الصنعة وولت ما بيناتهم عشرة كبيرة، عشرة الأم مع بنتها. أمي قرأت في مدرسة إيطالية للموضة وكانت كيف كيف من المعروفين معناها، وتشهرت وعملت أوت كوتور وان باراليل عملت البريت ا بورتي. وبعد كيما قلت لك لقيت روحي في العالم هذايا نعوم في وسط القماشات وفي وسط لي بيير وفي وسط العدس والكونتيل والقصب والعقيق والمساسك والتوال. كنت مغرومه برشا بالتصوير، نصور لي كروكي. امي حطت فيا الثقه، يعني علمتني كيفاش نكون عندي شخصيه، حطت فيا كانت تتعمل عليا برشا في الحكايه هذوما. كنت نروح من المكتب نحط الكرتابة وندخل ديركت للاتولي. تصاميم جاجا دخلت بيهم للعالمية، من مشاهير تونس المشاهير العالم. وكما لبست صوفيا صادق، يسرى محنوش من العمارة، ومنيرة حمدي لبست زيدا جاجا، ليلى بن علي وبسمة آل السعود. هذه جاجا اللي كسبت ثقة شخصيات ليماج متاعهم هي رسمة لهم. وعندي كل الطبقات، أنا نحب نمس الناس الكل. احنا توا في اتوليه جاجا، لهنا تنجم تعدي حتى 6 شهور باش تخرج موديل جديد تفرح بيه لكليونت نتاعها. انا كي نحط روبا سور مانكان نحطها تنجم تقعد 4 شهور وتنجم تقعد 6 شهور. ساعات ما نلقاش الفكره، نلف المانكان نتاعي ونقولها باش تقعد شويه تستناني حتى لين تجيني الفكره، وحتى لين تتولد الفكرة في راسي ونشوفها كما أنا حبيت. جاجا نجمت تقعد في المراتب الأولى وتخلي الحريفة تفضل روبتها اللي فيها الروح التونسية المزيانة، أما فيها زادة برشا ابتكار يفرح الطفل المودرن. جمالية الروبة المعمولة 100% باليد تكمل بمجهود مصمة تعيش على فرحة حريفتها. على ذكا جاجا كوتور تحرص أنها تجيب أحسن ما فما من القماشات والزينة، تتبع تواكب تحضر معارض دولية. بديت نتصل بالشركات هذوما نمشي لهم سور بلاس، صوفي أليت، جان براك، سولوستيس، لي ميزون سفاروفسكي، دونك بريسيوزا، لا ميزون داركير، ميزون دو دونتيل، لا بلو رونومي، معناها يمكن فوندي ان 1880، اختارتني خاطر أنا نتعامل معاهم، اختارتني باش نعمل ان شوتينغ معاهم كيما ان كوكتيل، اختارتني أنا من تونس، واختارت اي ميرسي فرانسوا من باريس. عن جاجا كوتور زادت تلقى آخر صيحات في الأكسسوارات اللي تواتي الروبة اللي باش تختارها. لهنا الحريفة ما تخرج كان كاملة من روبة للصبات للأكسسوار. كل الأعمار كل الشرائح الاجتماعية تنجم تلبس من جاجا كوتور. غابور كاليتي بري مضمون مع مرأة تخدم بغرام كبير. إطلالة ملكية ساحرة نتصور أي مرأة تحلم بها. جاجا كوتور بأصابع ذهبية توفر لك اللي تحب عليه وتخليك أحلى عروسة وأحلى حضارة.